انا زعلانه منك كده برضو، كل دي غيبه اخسى عليك. انا اقدر يا لولا، ده انت روح قلبي، بس الدنيا مشاغل وانت فاهمه. المهم عامله ايه مع حاله امه؟ هعمل ايه يعني، ادي بيرازي فيا وبرازي فيه لما اشوف اخرتها. لا اخرتها فل الفل ان شاء الله. اصبري على الزبون لما يستوي عشان الفيلم بتاعنا يخلص. ماشي اديني صبر. المهم انا بعت البواب عشان يجيب لنا اكل نتغدى سوا. الله الله الله، هو حاله امه مش جايه النهارده ولا ايه؟ بقاله اسبوع بيجي متاخر، اصل المدير بتاعه مخنوق منه ومستقصده، بيخليه اخر واحد يمشي في الموظفين. بس اوعى يا لولا، اوعى يطب علينا وتبقى مشكله. كده برضو وانا بلعب، هنتغدى ونريح شويه كمان. الله 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 الله، يعني نظبط المسائل ونعيش حياتنا. ده انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. قشطه عليكي يا لولا يا اولى. تصدقي بالله لولا، تصدقي بالله انت وحشاني موت. وانت كمان. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ على فكرة يا عمر انت فاهم غلط. فاهم غلط؟ من الواضح كده ان انا فاهم صح. لا مش عايز دماغك تروح بعيد. انا عايزك تخلص خالص. انت النهارده لازم تموت. لا اسمع بس، ده باين عليها ليلة هتبقى غامقة. استنى اقول لك، استنى. معاكي ربنا يا لولا. انت اللي طلعتي جبانة وقذرة. لا 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 يا عمر، انا هفهمك. انت تخلصي خالص. لازم تموتي. يا عمر لا تموتي واغسل عاري بايديا. لولا لولا ردي عليا يا لولا. لولا ردي عليا يا لولا. ستي لولا. يا لولا انا جبت الطلبات. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل يا استاذ عمر؟ معرفش، انا دخلت الشقه لقيتها مرميه على الارض. اتصل بالاسعاف بسرعه. حاضر. بسرعه. حاضر. لولا ردي عليا يا لولا. الله يرضى عليك. طمني يا دكتور. الاشعه والفحوصات بيقولوا انها خدت خبطه جامده على راسها، عملت لها ارتجاج في المخ وارتشاح بسيط، ودول قد لدخولها في غيبوبه. طب يعني كده ممكن يحصل يا دكتور؟ بص، اي خلل بسيط في المخ ممكن يبقى له عواقب مش كويسه، عشان كده بنحاول نعالج الارتشاح الاول وهنحطها تحت الملاحظه لمده 48 ساعه. ادعي لها بقى ربنا يقومها بالسلامه. يا رب. استر يا رب. دي لو ماتت هروح في داهيه. اروح في داهيه ليه؟ دي خاينه وتستاهل الذبح. ايوه بس محدش شاف خيانتها غيري، ومليجي الكلب ده اكيد هرب، ولو قلت الحقيقه محدش هيصدقني وهيفتكروا ان قلت كده عشان اخلص منها. استر يا رب. يا دي الخراب المستعجل، اعمل ايه بس يا رب يا رب. الحمد لله على سلامتك. هو ايه اللي حصل؟ انا فين؟ انت في المستشفى. مستشفى ليه؟ ولا حاجه، اكتشفت خيانتك مع خالك مليجي وكنت عايز اقتلك. ومين اللي جابني هنا؟ للاسف انا. بجد يا عمر؟ يعني ما هنش عليك تسيبني اموت؟ ما هنش عليا اضيع نفسي اكتر من كده. بقى كده؟ عايزين اعمل ايه يعني؟ ده انا شايفك بتخونني قدام عينيا. لا يا عمر، انت غلطان. فعلا غلطان عشان عرفت واحدة حقيرة زيك. يا عمر. ششت! ما تنطقيش اسمي على لسانك النجس ده. أنا كنت أعمى وخلاص فتحت. أنت عملتي فيا إيه؟ خسرتني أهلي وناسي وأصحابي وورثي. عزلتني عن العالم كله. أنت ضيعتي مني حتى نفسي. خلاص. يبقى تطلقني وتدفع لي مؤخر، وساعتها بقى كل واحد يروح لحاله. انت ليك عين بعد كل اللي عملتيه؟ ده حقي بالشرع والقانون.
ده بعينك يا لولا مش هطلقك، وهسيبك كده زي البيت الواقف. ولو عرفت انك على علاقه مع حد تاني وانتي على ذمتي اقسم بالله بلبسك قضيه زنا وارميكي في الحبس. بقى كده وعد مني يا لولا، مش ههنيكي لحظه واحده طول ما انتي على ذمتي، لغايه ما تقولي حقي برقبتي وتخلعي نفسك بنفسك وتردي لي بقى شبكتي وفلوسي اللي صرفتهم عليكي.